أفادت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية اختطفوا 2000 مدنيا لاستخدامهم كدروع بشرية، واتجهوا بهم من مدينة منبج إلى جرابلس في شمال سوريا. قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل قوات حماية الشعب الكردي معظمها تمكنت قبل أيام من السيطرة على جل مدينة منبج، مدعومة بغطاء جوي أمريكي. وفي مناطق أخرى من حلب، نقلت مواقع معارضة مقتل 6 أشخاص في قصف للطيران الحربي على سوق الهالي في بلدة كفرناها. هذا هو السوق الهالي الوحيد في الريف الغربي. السيارات والمركبات تأتي من كافة أنحاء الريف الغربي إلى هنا كونه الوحيد فيه. استهدفه بالصواريخ العنقودية، وهناك 6 شهداء وعشرات الجرحى. حصيلة الغارات الجوية على مناطق سيطرة المعارضة وصلت إلى نحو 20 مدنيا في ريفي حلب الشرقي والغربي، وتقول مواقع معارضة إن طائرات روسية نفذت الغارات. وميدانيا تتواصل الاشتباكات العنيفة جنوب غرب حلب في مسعى من قوات نظام الاستعادة المواقع التي خسرتها قبل أيام.